اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده المطبخ بتاعنا لطيف وبسيط وحريص ان يكون فيه متناول الجميع. تفتحي باب التلاجة، تفتحي باب الادراج بتاعه المطبخ، هتلاقي المكونات بتاعتي. معانا بطاطس هنعملها النهارده بالاعشاب. الاعشاب ممكن تكون من عند العطار يابسه او ناشفه، وممكن تجيب شويه روزماري وشويه زعتر هتعمل لي شويه بطاطس ما اكلتهمش قبل كده. معانا فراخ النهارده صدور، ومعانا برغل. الاثنين هنعمله مع بعض، كفته الدجاج بالبرغل، مش كفته الدجاج بالرز او كفته اللحم بالرز، لا، كفته الدجاج بالبرغل. البرغل ده لطيف وجميل، بيخش ببعض الاكلات زي التبوله زي الكبيبه، ولكن مع الدجاج له موقف، ده ابيض وده ابيض. معانا الكنتالوب النهارده اللطيف والجميل، هنعمله سموزي. احنا ما زلنا في ايام الحر، اليوم طالع النهارده شويه فيه درجه حراره عاليه، فمحتاجين نعمل شويه عصاير ايس كريم، فخلونا نعمل سموزي الكنتالوب النهارده بالنعناع والعسل. ده عصير الرشاقه، قيمته الغذائيه عاليه جدا، وكمان الالياف بتاعته تساعد على الهضم. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل في الحلقه كتير، ممكن مكوناتها لطيفه وبسيطه في متناول الجميع، بس الخبره الطهويه تفوق قمه الهرم. الطبق ده نقدمه هنا كده عشان عايز اعمل شويه سموزي حلوين. معايا كنتلوبايه حلوه جبتها من عند فكهاني صاحبي، معانا نعناع اخضر، معانا عسل، نغير الجلافز بتاعنا، نشيل البلانشه دي مش عايزينها عشان التوم والبصل، معانا الخلاط نشيك عليه تكون ضربه فيه شوربه عدس ولا حاجه، يتغسل كويس والسكينه بتاعته تتغسل كويس، ده مهم جدا طالما هتعملي عصير سموزي في تلج. ممكن تريحي نفسك موضوع التلج ده، تحط الكنتالوب ده في الفريزر، عينيا المقادير على الشاشه، تاخد الكنتالوب ده تحطيه في الديب فريزر، يبقى وفر عليك التلج. العسل ما ينفعش يتحط في الديب فريزر، بس احنا معانا شويه تلج. الخلاط معانا صديقي، ما هو صديقي الشيف في المطبخ او المساعد بتاعه المعدات، خلاط، كبه حلوه، بفرمه حلوه، عجان حلو، نعمين كده تمام؟ حلو الكلام. طيب يتعمل ازاي السموزي ده يا عم الشيف؟ احنا الوقت بتاعنا ده وقت العصاير، وقت ان احنا نعمل عصاير وكوكتيلات وايس كريم. ولادنا بنروح على الكافيهات يعدي لك كل انواع العصير، عندي عصير بطيخ، عندي سموزي بطيخ، عندي عصير برتقال، عندي عصير كيوي، وحاجات بقى اللي بتضرب مع بعضيها الثلاثيه، موز مع مانجا مع حاجات لطيفه. حلو الجو ده، انا بحب الجو ده، بس انا ما بحبش اشرب عصير بره للامانه والله. استفسارات كتيره بقى. حلو، انا احبش كده عصير بره، لا، ولا اكل لحمه بره. تعالوا مع بعض نحط الكنتالوب في قلب الخلاط، مع النعناع. لاحظتوا حاجه هنا؟ غيرت، اشتغل بايدي بقى طالما غيرت الجلافزات دي، لسه جديده اهي. واو، ده الكلام. واحطهم في قلب الخلاط. ده كنتالوب وطعمه زي العسل. هو الكنتالوب السنه دي طعمه احلى من طعم البطيخ. مع نعناع اخضر. لا يا غالي مش هحط حليب، لا، حليب مين يا مخرجنا يا جميل؟ ورقتين نعناع اخضر كمان. دي عايزه عسل وماء مثلج سموزة. ده النعناع نكسر منه. حلو الكلام. عصره ليمونه حلوه تهدي الاعصاب. يلا مع السلامه. حلو، ننزل بالتلج. فين التلج؟ اهو. الله، لا الخلاط ما تقلقش مش هيحرجني، واثق منه. حط الماء المسلك كمان. يلا بينا سموزي الكنتالوب بالنعناع. تعمليه ازاي لاولادك، لجوزك، بعد اكله حلوه زي اللي عملتها دلوقتي. معانا بطاطا اتعملت بخبره الشيف، غير مكلفه، الطعم مش هتلاقيه في اي مكان. ومعانا فراخ بتتشوف في الفرن، كفته الفراخ بالبرغل. ومعانا عمر. يا عمر ازيك؟ الو الو، سامعك. الحمد لله. وقفة التلفزيون يا عمور. كنت عايز وصفة السمبوسة، عايز أعرفها. وصفة السمبوسة. حاضر، عينيا الاتنين. سمبوسة ولا بسبوسة
سمبوسة يا أستاذة رحاب. سمبوسك 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 بيقولها في الخليج، هي سمبوسة كده باللغة الدارجة يعني. سمبوسة مجالها كبير قوي، احنا اللي عملنا الفسيخ سمبوسة، موجودة على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي وصفحة الشيف المغازي، كنا حقوق الطبع لدينا وبس. فسيخ سمبوسة أو سمبوسة الفسيخ اتعمل ازاي دي، نخش نشوفها هنعملها لكم ان شاء الله بس في موسم الرنجة والفسيخ. حال السمبوسة هعمل لك اسهل نوع يا عمورة، اللي هو يتعمل باللحمة المفرومة، تبقى في الامان، لا جبنة تسيح ولا حاجة. لحمة مفرومة تتعصق على النار، بصلة وتومة وشوية بهارات حلوين من ايدك الحلوة اذا بتحب المطبخ او من ايد مامتو ربنا يخليها لك. وبعد كده بتجيب عجينة السمبوسة ومعلقتين دقيق متدوبين في شوية مية، اوعى تعملها بالبيض ولا تعملها بالبيض يا ست الكل. وبعدين نلف السمبوسة زي الشيف المغازي ما بيلفها، حلو الكلام. وبعدين نسيبها في التلاجة ونقليها على طول في قلب الزيت، بس لازم تنزل في زيت غزير. ولكن نصيحتي للناس اللي بتخزن سمبوسة في الديب فريزر، لما نيجي نحمرها نطلعها من الديب فريزر قبل التحمير بنص ساعة، عشان بعد ما ينفعش انك تحمرها على طول في الاخر هتتفاجئ انك بتاكل ايس كريم. حلو الكلام. يعني ايه ايس كريم يا شيف بتقلس؟ لا، ما هي سمبوسة العجينة هتحمر، نقعد على السفرة نيجي نجرش هنلاقي اللحمة مجمدة جوه، فلازم تطلعها من التلاجة قبلها ومن الديب فريزر قبلها بنص ساعة عشان التجميد اللي جوه يفك. ما ينفعش تحطها في الميكروويف وترجعي تحمريها، العجينة هتتهري وتفك من بعضيها، فلازم تفك في درجة حرارة المطبخ. هننزل ونشغل الخلاط، استأذن حضراتكم كده سريعا. يلا بينا. خلاص شغلانة. حال شكرا لصديقي. الله، لا مسلك حاجة كده جميلة تروي العطشان. اللهم صل على النبي. أنا هغرف الكوبايتين دولت أصبهم يعني، والباقي بتاعي. عندك اعتراض مخرجنا؟ الله، نعم. الخضار ده من النعناع الأخضر اللي أنا حاطه، وحذاري تحط عرق النعناع الأخضر يا أمي في العصير، يا أختي في العصير، يا عروسة يا حلوة في العصير، يا مبتدئة في المطبخ في العصير. العرق بتاع النعناع الأخضر هيمرر لك العصير والسموزي، ربنا يكفينا شر المرار. الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ ده السموزي الكنتالوب. دول بتوعي، ها مخرجنا، ها محدش يقرب منهم، كلهم عسل. في حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة، اتكلمنا فيها كتير، ده المطلوب. أنا وقتي 45 دقيقة 48 دقيقة على الهواء، مفيش ثانية بخليك تروحي مني في أي مكان ولا تسرحي ولا تتكلمي مع حد. الريموت كنترول اللي بتفتحي بيه القناة الأولى كل يوم الساعة 1 لازم تبعديه عنك خالص، لأن معايا في الساعة دي مينفعش تسرحي ولا تفكري في حاجة غير في البرنامج بتاعنا أكلة أمي. الزمن الجميل والبركة بأقل تكلفة ممكنة، بنعمل اللي نفسك فيه بابتكار طهوي، بخبرة طهوية تفوق قمة الهرم، وبثقة عالية جدا. رؤية، فن، إبداع، تشوفوا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
بس.